ممكن استاذ جبران باسيل اولا، لانه الحوار الان مع استاذ جبران باسيل، بعدين بنشوف شو بيصير. لانه في حال نجح الحوار، لانه بالوقت اللقاء الخماسي صار الحدث الاهم انا برايي اللي ممكن يحرك الملف الرئاسي بالاتجاه الايجابي، هو الاتفاق مع جبران باسيل، عوده الحوار بين جبران باسيل بين التيار الوطني الحر وحزب الله على قاعده، وهذا هو الاهم، قاعده البحث المفتوح. ولكن هون المشكله، يعني قاعده البحث المفتوح والبحث عن خيار غير سليماني فرنجي في مكان، حسب المعلومات ان يكون، هل سيقبل جبران باسيل؟ هلا هون بصير من هلا ليتفقوا، ما بعرف قديش يوم، يومين، ثلاثه، شهر، يعني كل ما بيتفقوا بسرعه كل ما بكون احسن. وانا بتمنى يتفقوا من بكره قبل بعد بكره، خصوصا في حال اتفقوا على اسم وحظي بموافقه الرئيس نبيه بري والحزب التقدم الاشتراكي، بدنا نشوف بوقتها الدكتور جعجع بيروح على انتخابات ولا ما بيروح على انتخابات. لانه هو كان مهدد استاذ الدكتور جعجع انه في حال اتى مرشح يحظى بدعم حزب الله وحلفائه لن يذهب الى انتخابات الرئاسيه ولن يؤمنوا حتى الثلثي الاصوات يعني بالمجلس النواب، ودلوه على نظام جديد يعني. بس هذا لازم نحن نتذكره بشكل دائم، مش بس انه حزب الله وحلفائه عم يتركوا جلسة مجلس النواب لأنهم مش موافقين على خيار الآخرين، لكن كمان الآخرين عم بيهددوا دائما، بنسمع أصوات أنه إذا رحتوا على مرشح مدعوم من حزب الله وحلفائه لن نذهب إلى انتخابات رئاسية، أو سنقاطع، أو بدنا نروح على نظام جديد يغيروا كل النظام. أنا تقدير الآن الخطوة المهمة اللي لها دورين، دور يعني نحن شهدنا بالأسابيع الماضية حالة نوع من تشنج بالبلد، راح على انقسام اسلامي مسيحي وشيعي مسيحي، خلينا نحكي بشكل صريح يعني، وبلشنا نشوف بعض الاجواء اللي صار. كل حدث امني بمنطقه من المناطق بده يتفسر، يعني لو صار الحدث اللي صار بين بقاع صفرين ولا زلنا تردداته القائمه الى اليوم والضنيه، لو صار بلاسه مثلا، بين بلاسه باشكاليه لاسه، كانوا قالوا انه اندلعت الحرب الشيعية المسيحية، يعني هذه شفناها. حدث ثاني صار بحصبية بعتقد، يمكن كمان بين الدروز والسنة، يمكن لو صار مسيحي شيعي كنا عشنا جو متوتر بظل تحالف ثلاثي مسيحي جديد، بظل تصاعد دعوات الفيدرالية والتقسيم. وكما ملاحظة إذا متابعة الموضوع، بلش الحديث عن نظام جديد للبنان، يعني كلام الفيدرالية صار كلام يعني يعتبر طبيعي، يعني بطل انه والله هيدا من المحرمات بالنقاش اللبناني، يعني لا، صار انه ممكن يصير. بهي اللحظة عودة الحوار بين التيار الوطني وحزب الله بيساعد على الاقل للقول انه لا، نحن مش امام ازمة وطنية، امام خلاف سياسي، خلينا نعالجه. النقطة الثانية والمهمة انا برايي هي إعادة الاعتبار للبحث حول الخيارات بالانتخابات الرئاسية، يعني عدم حصر نقاش بس باسم سليمان فرنجي من قبل حزب الله وحركة أمل، وبنفس الوقت عدم جعل أنه الفيتو اللي كان حاطه الأستاذ جبران باسيل على اسم سليمان فرنجي هو فيتو نهائي، يعني صرنا نحن أمام نقاش مفتوح. هذا النقاش بيجي بيقعدوا على طاوله وحده، شو بدكم؟ انت شو بدك يا استاذ جبران باسيل؟ هل هي مشكله شخصيه ولا عندك مطالب؟ مطالب بالاصلاح، مطالب بدك شخص يحمل مشروع اصلاحي، اي مشروع اصلاحي، شو هي الضمانات اللي بدك اياها؟ بالمقابل حزب الله وخلفه حركه امل بده يطرح هالشيء. نعم، اليوم الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو يتحدث اكثر عن الضمانات، ولا في امور اخرى يتم البحث فيها؟ يعني في عناوين اخرى على يعني اضافه لملف الانتخابات الرئاسيه، حصل تطور مهم ايجابي انا برايي كمان بالعلاقه بين التيار الوطني الحر وحزب الله، هو موضوع مقاربه موضوع حاكم مصرف لبنان. حزب الله بهذا الموقف كان يعني فينا نقول متضامنا او متفهما بشكل كبير لموقف التيار الوطني الحر وبقيه القوى يمكن المتحالفه مع التيار، بانه عدم جواز تعيين حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايه الحاكم رياض سلامه. وبنفس الوقت كان عنده موقف متشدد واعلنه بصراحه وبوضوح النائب حسن فضل الله عدم قبول استقاله نواب حاكم مصرف لبنان، لانه مسؤوليتهم يديروا هذا المرفق بعد نهايه ولايه حاكم مصرف وفقا للقانون، القانون النقد والتسليف حسب ما عندك. لذلك هذا الموقف انا برايي كمان ساهم يريح العلاقه مع التيار الوطني الحر، خصوصا انه هذا الموقف لاول مره بموضوع داخلي نلحظ تباين طبعا بين حزب الله وحركه امل، نتمنى يختلفوا بالمعنى الخلاف، بس بمعنى انه في وجهتين نظر،
لانه الرئيس نبيه بري كان بفترات معينه مش قبلان يقبل نائب حاكم المصرف فيستامير، وكان عم يسعى بشكل او باخر مع الرئيس نجيب ميقاتي لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، او لا سمح الله التمديد لرياض سلامي في منصبه باي طريقه من الطرق. يبدو كل هالخيارات سقطت، ويمكن يكون وهذا لازم يشهد له التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه. معقول يكون حزب الله انا تقديري هلا ما عندي معلومات بالمعنى التفصيلي شو اللي صار بالنقاش بين رئيسنا نبيه بري وقياده حزب الله، لكن موقف حزب الله بهذه النقطه، وهذا لازم الواحد حتى اللي من لا يحب حزب الله بهيك لحظه يشهد انه موقف حزب الله كان موقفا وطنيا رصينا، بانه اول شيء عدم السماح للتمديد لرياض سلامه منذ البدايه، اعلن موقف صريح. بتذكر الشيخ نعيم قاسم قال بجريده الاخبار عندما طلعت اشاعات انه وزير الماليه عم بوقتها الدكتور يوسف خليل، مع تقديرنا واحترامنا له، انه عم بمهد لتمديد بقاء رياض سلام، طلع موقف واضح من حزب الله. هذه قبل ثلاث اشهر تقريبا من الشيخ وقت حكي لرويترز وقالت انفهمت بطريقه غلط، في بحث نعم. كان يمكن بدبي او شيء. الشغله الثانيه، رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بظل وجود هذه الحكومه، وهذا بينطبق انطبق ايضا على اللواء عباس ابراهيم. لم يتم التمديد له او تعيينه حدا تاني محله، لانه موقع الان معتبر موقع شيعي. بهذه اللحظه حزب الله اخذ موقف يمكن ترك صدى ايجابي كمان عند التيار الوطني الحر، كمان يقول له التيار انه نحن فينا نلتقي بملفات معينه حتى لو اختلفنا بامور اخرى. لكن الاهم انا برايي اليوم، وهذه برسم التيار وبرسم حزب الله، الاتفاق على الاستراتيجيه المستقبليه، مش بس ان كيف بدنا نقارب ملف انتخابات الرئاسيه، لانه طبعا واضح العلاقه بين التيار والحزب شهدت اشكالات عديده بالاشهر الماضيه، واجت انتخابات الرئاسيه توجت هذا الخلاف، واندفع تيار الوطن الحر للتحالف مع القوى التي خاضت صراعا كبيرا ضده من الانتخابات النيابيه وقبل الانتخابات النيابيه، لكن يمكن وجد نفسه ما عنده اعتراضا على تبني حزب الله للاستاذ سليمان فرنجي. لكن بهذا الوقت لازم يصير في بحث عميق، أين هي المصالح الاستراتيجية سواء للبلد أو للقوى؟ ما هي مصلحة البلد؟ أنا طبعا أنا شخصيا يمكن مع وجهة النظر اللي بتقول أنه لازم كمان حزب الله ما يكون متمسك بخيار وحيد بالانتخابات الرئاسية أو حركة أمل، خصوصا في ظل هذا المعارضة المسيحية الشديدة اللي أنا عبر لي بعض الأصدقاء المسيحيين واللي هن كتير بيحترموا حزب الله وبينظروا لحزب الله نظرة كتير مهمة وإيجابية، أنه حزب الله في حال استمر بهذا الخيار هو يدفع يعني نسبة كبيرة من المسيحيين لمواجهته، وهذا ليس لمصلحة حزب الله لا بالمنظور الوطني ولا بالمنظور السياسي ولا بالمنظور الشعبي مهما عمل حزب الله. لكن من العلاقات مع أطراف مسيحية.